وينضم إلينا الدكتور سعيد شاهين، رئيس دائرة الأعلام في جامعة الخليل. حياك الله، أهلا بك معنا دكتور سعيد. في البداية، كيف تقيم هذا المشهد اليوم في ظل تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لقصفه على الأهالي في قطاع غزة، أيضا العمليات والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، وعلى ضوء حديث اليوم عن مفاوضات وعن مقترح قدمه الرئيس الأمريكي، من المطلوب من حماس أن توافق عليه حتى وإن لم يوافق عليه من ساغه؟ صباح الخير أستاذة منى، ولك والأستاذة مشاهدي قناة الغد الأكارم. حينما نتحدث عن مواقف الساسة الإسرائيليين وعلى رأسهم أعضاء المجلس الحربي وتحديدا وزير الدفاع يوآف جالانت الذي صرح من الجبهة الشمالية بأنه لا يمكن التفاوض مع حركة حماس إلا تحت النار، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه ماض في خططه وأهدافه في إبادة الشعب الفلسطيني من خلال تكثيف الهجمات على المدنيين العزل وقتل أكبر عدد ممكن بغرض الضغط على حركة حماس من أجل إقدامها على يعني طرح كثير من أو يعني بعض التنازلات لصالح المقترح الذي قدم من قبل الرئيس الأمريكي بايدن، والذي يقال على اعتبار أنه مقترحا إسرائيليا، وهذا ما أعلنه بايدن ذاته ويعني مجموعة من أعضاء إدارته في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حينما ننظر إلى المشهد برمته نشاهد بأن هناك تلاعبا في المواقف الأمريكية، بحيث أن إذا كان هذا المقترح الذي يرمي إلى وقف إطلاق النار أو إبرام صفقة تبادل للأسرى على حد وصف الإدارة الأمريكية، إذا لماذا يرفضه نتنياهو؟ يبدو أن المقترح صيغة يعني إسرائيليا وتم تمريره إلى الإدارة الأمريكية وأدخلت عليه بعض التعديلات التي يمكن قبولها من قبل المقاومة. في ذات الوقت لا علم لدى نتنياهو بهذا المقترح بشكل مفصل، وأيضا يعني تحدث عن أقطاب ائتلافه المتطرفين أمثال بن غفير وسموتريش. فالإدارة الأمريكية تراهن على الشخصيات التي أبدت نوعا من المرونة فيما يتعلق بهذا المقترح، وعلى رأسهم أيزنكوت وغانس، إلى جانب المعارضة الإسرائيلية التي يمثلها لبيد. لذلك إسرائيل هي تنهج ذات النهج الذي يرمي إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية ومحاولة فرض الإملاءات من خلال فرض سياسة الأمر الواقع بارتكاب مزيد من الجزائر المجازر التي يعني ذهب ضحيتها أكثر من 40,000 شهيد وأكثر من 200,000 جريح تقريبا، إلى جانب تدمير كل قطاع غزة بشكل، وهذا من الواضح حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من 8 أشهر لم يعطي أي نتيجة. بالعكس، المقاومة مستمرة في أدائها وهي تكبد الاحتلال يعني خسائر في الميدان، تدفعه باتجاه أيضا البحث عن حلول وتقديم تنازلات. لذلك ترى الإدارة الأمريكية من هذا المنطلق أنه يمكن التوصل إلى نقاط مشتركة تدفع باتجاه تحقيق يعني صفقة تبادل ترضي الطرفين، يعني هذا من جهة. من جهة أخرى، ربما تكون يعني، وهذا موقف خاص بي شخصيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقديم مشروع قرار من خلال مجلس الأمن لفرض مقترحها المقدم، وهو مقترح شفهي حتى هذه اللحظة على مجلس الأمن، هو محاولة باعتقادي أنها تبدو وكأنها أشبه بقرارات أممية سابقة تعلقت ببعض الصراعات في المنطقة مثل ليبيا ومثل العراق وأفغانستان، وأريد من خلاله تكوين ائتلاف دولي من أجل فرضه على أطراف الصراع، وهنا أتحدث تحديدا فرضه على المقاومة الفلسطينية وليس على إسرائيل، كون أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأن هذا المقترح إسرائيليا، وبالتالي تريد من خلال ذلك تشكيل، في حال رفضت حماس هذا المقترح، تشكيل قوة عالمية أو يعني قوة دولية تحاول تنفيذ هذا المقترح من خلال استخدام القوة وبمشاركة بعض مثلا الدول المنطقة. ولكن هذا يعني
ولكن نعم دكتور سعيد إن سمحت لي، يعني أنت ترى أن هذا المقترح قدم من الإسرائيليين ولكن تمت إضافة بعض البنود عليه من قبل الأمريكي، ولكن بتقديرك هل هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع؟ هل من الممكن أن يقف زعيم دولة كبيرة في العالم ويتحدث عن مقترح يقول أنه إسرائيلي ويتمنى من إسرائيل أن تقبله؟ هل من المنطقي أن يضيف جو بايدن وإدارة جو بايدن بعض البنود إلى هذا المقترح ثم يحرج جو بايدن أمام العالم بعد رفض الإسرائيليين له؟ وهذا أقرب إلى يعني المسرحية الهزلية. يعني حينما تستجد الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بالموافقة عليه، وهي تقول، ويعني السيد بايدن ذاته يقول بأن هذا المقترح هو مقترح عن إسرائيليا، إذا لماذا تستجد إسرائيل بالموافقة عليه؟ يعني يفترض أن يكون هذا المقترح تم بالتوافق مع الإسرائيليين وقدمه بايدن على اعتبار أنه يعني وسيط من أجل إنجاز هذه الصفقة. ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الأساسي يتوافق ويتماشى كليا مع الهدف الإسرائيلي، وهو تحرير الرهائن الإسرائيليين أو يعني الأسرى الإسرائيليين. هذا هو الهدف الأساسي من والذي فشلت الحرب من تحقيقه على طوال 8 أشهر. لذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن استبعاد أنها تعمل بشكل وظيفي لصالح دولة الاحتلال لإنجاز ما لم يتم إنجازه عسكريا أو ميدانيا في الحرب، من خلال الالتفاف عليه سياسيا وتحقيقه من خلال إجماع دولي. ويعني إذا لاحظنا بالأمس أن هناك أكثر من 17 دولة يعني أعلنت موقفا واضحا مؤيدا للمقترح الأمريكي، وهو ليس بمقترح أمريكي. يعني هذا الأمر يعني يثير السخرية عند كثير من المحللين، كيف يمكن لنا أن نسميه مقترحا أمريكيا وكيف يمكن لنا أن نسميه مقترحا إسرائيليا والحكومة الإسرائيلية ترفضه حتى هذه اللحظة؟ بالتالي هذه المناورة لن تنطلي على المقاومة الفلسطينية، على حماس تحديدا دكتور سعيد، فبالتالي هل ستطلب الآن حركة حماس من الوسطاء الضغط على الأمريكي من أجل إقناع إسرائيل بالموافقة هي أولا على هذا المقترح الذي صاغته قبل تقديمه إلى حماس؟ هذا المقترح إذا نظرنا هو بدأ في باريس ومن ثم انتقل إلى القاهرة، وقدمته القاهرة فيما بعد كمقترح مصري ولاقى قبولا إسرائيليا في تل أبيب، ومن ثم عادت به القاهرة إلى حماس وأعلنت موقفها الواضح بقبوله، ومن ثم رفضته حكومة الاحتلال، وبدأنا يعني ندور في ذات الحلقة المفرغة. لذلك إسرائيل اليوم تطالب حماس أولا يعني بالموافقة على هذه المقترح، على هذا المقترح، ومن ثم أكيد سترفضه أو ستبدي عليه تعديلات أو ستدخل عليه تعديلات يعني تدفع إلى تفجيره من جديد، وخصوصا ما يتعلق بالثوابت أو الخطوط الأربعة الحمر التي رسمتها المقاومة، وهي منطقية إلى أبعد الحدود وتتماشى مع تطلعات شعبنا الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة الذي يأن تحت وطأة المجازر وحرب الإبادة، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة إلى جانب إعادة كامل النازحين إلى أماكن نزوحهم الأولى، وأيضا إعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة مرضية، وهذا أمر يعني وقف إطلاق نار شامل، وهذا أمر منطقي لا يمكن للمقاومة أن تتنازل فيه. لذلك ماذا تسعى إسرائيل الآن؟ تريد يعني الضغط على حماس، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا من خلال المشروع الذي يقدم الآن لمجلس الأمن، إذا نظرنا إلى ماذا يتضمن هذا المشروع، يتضمن نقاط خطيرة. من ضمن هذه النقاط الخطيرة، يعني أولا يبدو وكأنه مقترحا يرنو ويتطلع إلى تحقيق الوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف المذبحة، ولكن في ذات الوقت يتضمن نقاط خطيرة رفضتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي اعتبار حماس تنظيم إرهابي. لذلك في أحد البنود التي يتضمنها هذا المشروع هناك إشارة إلى وقف وتجفيف منابع التمويل لحركة حماس على اعتبار أنها حركة إرهابية. لذلك هي تريد أن
تضع يعني كما يقال تريد أن تضع السم على طبق من ذهب، هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة من أجل خدمة إسرائيل التي فشلت في حربها لتركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على التهجير وتفكيك حركة حماس ويعني تدمير قدراتها العسكرية دكتور كل سعيد ذلك.